للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محمد بدر الغزالي، مسؤول المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة. سيد محمد، يعني بعد التحية، أبرز الخطوات في هذا البرنامج، برنامج يعني مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وحضرتك هتبقى فيه ان شاء الله في طفره نحول فيها الريف لريف حضاري، في تطوير للبنيه التحتيه للريف مصر، هتبقى فيه كمان مش قصه كمان ان احنا هيبقى في تطوير لهيكل المنازل بس، هيبقى فيه كمان تطوير لتدريب الفكر والتوعيه، ازاي ان انا احول من فكر الريف ليكون يتماشى مع تطوير المجتمع المدني، كمان تطوير المستشفيات، تطوير الوحدات الصحية، تطوير هتبقى تشمل كل حاجة موجودة في القرية. احنا بيحصل معنا تطوير بالتجانس بقى في كذا وزارة موجودة في المبادرة اللي اطلقت سيادة الرئيس، ان احنا هنعمل عملية تغيير شامل للقرى في نجوع وعزب المحافظات. نعم، هذا التغيير يعني يشمل البنية التحتية، هل يشمل التوعية، يشمل يعني بالتحديد ماذا يشمل سيد محمد؟ هيشمل التغيير البنية التحتية من صرف، من وصلات مياه، من منازل، تطوير المنازل وإعادة هيكلة المنازل، في الدورات، في كمان ان في برنامج فرصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج هدي كمان مشروع لأهالي القرية. نعم. في تغيير في الوحدة الصحية، في الوحدات الصحية، في الوحدات البطارية، في نوادي الشباب، في الحضانات، كل ما يخص القرية سيتم فيه تطوير شامل. نعم، سيد محمد، ماذا عن تفاعل المجتمع المدني مع هذه المبادرة؟ المؤسسات والجمعيات والشركات كل في تضافر وتجانس مع وتكامل مع حكومتنا الرشيدة، فإن احنا هنبدأ بندخل بنسبة، كنا بندخل نسبة 20% وفي نسبة 20% في الدخول كتكلفة، كمان ان احنا طبعا الجمعيات والمؤسسات بتقف على استحقاق الفرد، يعني احنا بنعرف الأسرة مستحقة او غير مستحقة، اللي هي انا عايز اعرف الأسرة دي تستحق ايه او تاخد ايه، ارجع تاني بقى بعمل عملية دورات تدريبية ودورات تعليمية ودورات تثقيفية للمرأة، للطفل، للشاب، ازاي ان هو ما يتكلش مثلا ان ياخد، لا لازم يكون في تواكل على نفسه يشتغل او انجاز فرصة عمل ليه. نعم. عمل مشروع المشروعات الصغيرة وتمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين الاقتصادي للشباب. نعم. ده كله في فكرة التطوير، يبقى انا مش انا عايز كله يتجانس مع بعضه، كل التجانس المجتمع المدني مع وزارتنا حكومتنا الرشيدة. السيد محمد بدر الغزالي، مسؤول المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.